بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على البركة أيها الإخوة، انطلقنا من جديد هنا في رياضتنا العربية الأصيلة في ميداننا الجميل ميدان الطيب، والإخوة حاضرا هنا متابعا لهذه الانطلاقات الجميلة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس، ونذكركم بصعبة التوقيت الأفضل والأجمل في هذه الصباحية الجميلة والمميزة مجهولة مع الشاعر أحمد بن علي بن عمر العويسي. 5:59 توقيت، ما شاء الله مميز، نتمنى لك يا شاعر كل التوفيق. شوطنا 17 خصص للأبكار المحليات الأصايل، شوط لا يقل أهمية، شوط فيه مفاجآته، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. هناك مياسة سعادة بطر بسعيد بن عبيد الحميري، من اقتنصت المركز الأول، من سيطر على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني وصلت سمرغند ومحمد بن عبد الله بن راشد بن حليس. ثالث المراكز أتت في هذه اللحظات حشيمة خميس بن حليس بن سالم الهاشمي، وفي المركز الرابع حشيمة عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاجتبي، وفي المركز السادس شرايين لخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، وفي المركز السابع نهب خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات مغيظة ومحمد بن سالم بن محمد الراشدي، وتاسع المراكز هاتت مراسيل لصالح بن محمد بالحربي العامري، وفي المركز العاشر مركز العاشر كدر، يمكن عربي ما تعرف بالرمسك بالأردو، مركز العاشر كدر، الله نعم فهم لي شوي، الله راشد بن خادم بن راشد المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هكذا كان وصفنا للعشرة المراكز الأولى، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. بن حليس مع حشيمة غيروا على المركز الأول وسيطر على مقدمة هذا الشوط، ما شاء الله. خميس بن حليس بن سالم الهاشمي، المركز الثاني سمرغند لمحمد عبد الله بن راشد بن حليس الاجتبي، وثالث المراكز حشيمة عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاجتبي، وفي المركز الخامس وسط مياسة سعادة مطر بن سعيد الحميري، وسادس المراكز ولا المركز الخامس نعم مراسيل صالح بن محمد بن حربي العامري، وفي المركز السادس نهب لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السابع هرى في هذه اللحظات شاهيني الحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي، وثامن المراكز وصول أيها الإخوة شرايين خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة وبن بروك، تاسعا أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، ما شاء الله تاسع المراكز مع طموح، وفي المركز العاشر وحيشة لسيف بن خلفان بن سيف الغويس. النتيجة والعشرة أيها الإخوة اللي بهنزان اللقاء، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الإخوة المشاركين. يا سلام يا حشيمة، يا سلام يا حشيمة، في موقع الوقار، في موقع الناموس، في موقع الإنجاز، دائما تعرف طريقة حشيمة لخميس بن حليس بن سالم الهاشمي، ولكن نهب خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري من تسيطر على المركز الثاني، وفي المركز الثالث حشيمة لعبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاجتبي هال الزيت. حاضرين هناك من الجانب الآخر الشاهنية وحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي، وصل بن خادم أيضا حاضر هناك مع خامس المراكز الجيوان، ما شاء الله تبارك الرحمن، راشد بن خادم بن راشد المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، ولكن الحميري باحث عن نقطة متقدمة في هذا الشوط، يبغي النقطة الثانية ولا الثالثة براشد. هناك الجيوان حاضرة أيضا هنا مع أرثاني المراكز
مراكز راشد بن خادم بن راشد المهيري وصول هناك الشاهني حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي ولكن بعد الحميري مع نهب الحميري مع نهب بن هاشم بن هاشم ما شاء الله ولا بن خاطر حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي ايضا حاضر والحميري صامد الحميري صامد الحميري صامد بن بالخاطر يحاول اللحظات الاخيره ما بين الحميري ولكن براشد متيمل دائما وابدا في هذه السباقات الحاضره سواء في ميدان الطي ولا خارج هذا الميدان. تحياتنا هنا على هذا الحضور الجميل هذا الحضور المميز نهب ايها الاخوه والجيوان حاضره. ولكن النقطه الثانيه والثالثه خليفه بن عبيد بن خليفه الحميري المركز الثاني لراشد بن خادم المهيني المركز الثالث للسيد ثلاث مراكز لحميد بن هاشم الشامسي والمركز الرابع سيد بن خلفان الغويص. وفي المركز الخامس عندك يا عامر ست او التوقيت 5:59:36 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.